الربيع قنديل أخضر يعلن الزهر فيه تنفس حياة جديدة وإيذانا ببدء حياة أكثر إشراقا. يقترن النوروز بالربيع موعدا وعيدا وقوميا. هنا تنطلق الأفراح لولادة سنة كردية وفارسية جديدة مع اعتدال ربيعي في 21 من آذار في التقويم الميلادي. هنا تبدأ الحكاية الأجمل للعائلة الكردية في كردستان العراق، حيث العائلة تزهو بحليها وحلوها وألوانها الزاهية. تمتزج القلوب صفا واحدا على أنغام، تتشابك الأيدي كما لو أنها رسالة للبشرية أن تكون يدا واحدة ترسم السلام والسعادة في زمن شبت فيه نيران الكراهية. يصدح صوت الساز آلة العود الكردية في الأفق، يرفرف علم كردستان، ترقص السماء مع صديقتها الأرض بكل تفاصيل هذا العيد. في الشعر العربي تغنى البحتري قصيدا بالنوروز حين قال: وقد نبه النوروز في غلس الدجى، أوائل ورد كنا بالأمس نوما. رغم انتشار وباء كورونا فإن لعيد النوروز القومي مكانة خاصة لدى الأكراد، ليس في كردستان العراق فقط وإنما في جميع أماكن وجودهم في مختلف أجزاء العالم. فالأكراد لا يتوانون عن الاحتفال بعيد النوروز والاحتفاء به تحت مختلف الظروف. تشتعل النار إذانا بيوم جديد، إذ يتفق الجميع هنا على أن يوم الحرية وبشارة بزوغ الربيع بما يحمله من طاقة إيجابية قد بدأ، كما هو الطيب الكردي المجبول بمعاني الخير والسمو والصفاء والنقاء. مرحبا بالنوروز لسان حال المحتفلين في كل أنحاء العراق، يهنئون الشقيق والصديق في أجواء علها تنجب عاما جديدا لا سوء فيه ولا فراق.